حساب لإنجازاته التي سيتم الانتهاء منها خلال العامين المقبلين. وتطرق كشف حساب الرئيس إلى العديد من المجالات في مجال الإسكان والطاقة والمياه والزراعة والمواصلات. إن شاء الله خلال الأربع سنين اللي احنا فيهم دول، السنتين اللي فاتوا والسنتين اللي جاي، أنا هكون أنجزت لكم بيكم يا مصريين اللي هقول لكم عليه دلوقتي. هكون أنجزت بيكم وليكم يا مصريين لمصر اللي أنا هقوله لكم دلوقتي. واللي أنا هقوله دلوقتي ده أنا أتحدى تاني وبلا مبالغة إن يتعمل في 10 15 20 سنة. وأنا هقول لكم إيه اللي إحنا هيتعمل خلال اللي اتعمل وهيتقدم، لأن في مش كل الكلام قدرنا نتكلم فيه خلال الفترة اللي فاتت. في مجال الطرق والكباري هنكون خلصنا 7000 كيلو و200 كوبري بما لا يقل عن 100 مليار جنيه استثمارات ليهم. الاسكان الاجتماعي هنكون خلصنا، وارجو ان انتم تتوقفوا عند الاسكان الاجتماعي ده، معمول للناس اللي هي يعني اللي هو كان مطلب كتير من المصريين اللي دخلهم قليل قوي ان يبقى في عنده اسكان اجتماعي. انا بتكلم في 800,000 لمليون شقة، 800,000 لمليون وحدة سكنية في نص 18، نص 2018. سيادة العميد، إذن هذا الجزء من الخطاب فيه تفنيد بالأرقام في عدة مجالات مختلفة تمس المواطن المصري البسيط، كيف قرأت هذه الأرقام؟ أولا كلمة سيادة الرئيس بتأتي كأول كلمة عقب الموافقة على القرض. القرض تم الموافقة عليه، فدي أول كلمة بيخاطب بيها سيادة رئيس الشعب. موضوع الكلمة في توقيتها تقريبا في منتصف ولاية الرئيس الأولى، يعني تقريبا احنا دلوقتي بنتكلم في سنتين وشهر، فتحدث فيها عن سنتين تم فيها إنجازات وإنتاج وتحديات واجهتها السنتين اللي فاتوا وستواجهها الفترة القادمة. الأرقام اللي تهم الشعب البسيط هي المهمة، وعشان لما الناس تتكلم في فلوس راحت فين أو ليه احنا عايزين قروض، الناس تعرف ايه الإنجاز اللي تم من 7200 كيلو طرق، من 800,000 وحدة لمحدود الدخل، من بنية أساسية، من 1.5 مليون فدان. يعني تعهد سيادة الرئيس أن تنتهي قبل نهاية ولايته، وعليها كمان مزارع سمكية. أعتقد أن الخطاب كان يحوي الكثير من الإنجازات والكثير من التحديات، ولم يحوي إحباطات الحقيقة، بدليل أن الرئيس في نهاية كلمته نهاها بأن مصر هتبقى قد الدنيا، عبارته المعروفة، وأن وتحيا مصر، اللي يأكد للناس أننا قادرين رغم كل هذه التحديات إلى العبور إلى آفاق أرحب دون أن يتحمل الشعب أعباء إضافية. هنتحمل أعباء لا شك، لكن ستجعل الحياة ربما أفضل من أن لا نتحمل أعباء فيحدث كما حدث في الأربعين عام السابقة، أن يتعرض الاقتصاد المصري لحالة عدم النمو التي أصابته خلال الفترة الماضية.